السلام عليكم. أتمنى هالمقطع ينتشر لأنه مقطع مهم جدا على ابتزاز البنات والشباب والموظفين والمسؤولين. أتمنى أن ينتشر. تابعوا. نتحدث عن الابتزاز بجميع أنواعه: ابتزاز المال، ابتزاز العرض، ابتزاز السلاح، ونعطي الناس وعي كيف نتعامل مع المبتزين. إذا كان هكر مثلا دخل على جهاز البنت واخترق جهازها وحسابها وأخذ جميع الصور عنده وبدأ يهددها، ممكن تكلم هكر ثاني عشان يرجع حسابها مباشرة عند الرقم 11909 أو أقرب مركز تتوجه إليه وتقول أنا اخترق جهازي وأخذت صوري والآن أهدد مقابل عرض أو مقابل مال. فنسهل عملية الإبلاغ لأن كثرة المشاكل الآن عندنا وسهل الابتزاز عند الشباب بعيدين في الغفلة، وكذلك البنات التساهل في نشر الصور. ابتزاز بين شاب وفتاة بكرة زواجها وأرادت أن تتوب وتغير مسارها بحياتها، وأبى الشاب إلا أن يساومها على عرضها وأن يستمر في علاقتها معه بعد الزواج. هذا ابتزاز مال يا ساتر. يطلب منها الآن مبلغ 20,000 ريال مقابل الصورة ما يوديها لأخوها، هذا برضو ابتزاز مال، هذا من الجرائم الكبرى ويتعامل معه. الحل طبعا مثل ما قلنا لكم، تكلم على طول مركز الهيئة أو تكلم الرقم 11909، ثم يتعامل في نفس الليلة بإذن الله ينتهي الموضوع ويقبض على المجرم. شيخ ياسر، أهم شيء الموضوع فيه سرية. السرية تامة. ما تفضح عند أهلها. ما تفضح أبدا. ولا عند زوجها. ولا عند زوجها. ولا يفضح عند أهله. ولا يفضح عند أهله. أبدا نهائيا. ابتزاز مطلوب منها صار. ليش لجأت الهيئة؟ هي تبغى الستر، ما تبغى أنها ترجع لأهلها مرة. يعني بالمختصر المفروض ما يصير ابتزاز، لكن لو حصل الهيئة. لكن لو حصل، شوف قبل يحصل أو حصل ابتزاز ودنا بالإبلاغ المباشر. أحيانا يحصل وأحيانا ما حصل. حتى لو حصل، حتى لو أخطأت البنت، ليس عيب أنها أخطأت، لكن العيب أنها تستمر في الخطأ وتعالج الخطأ بخطأ مثله. كيف؟ هذا الذي لا نريد، أنها تروح يعني يساومها المبتز فتخرج معه وتمكنه. واحدة قالت أنا بتعامل معه بنفسي، يمكن أقنع، ممكن يقتنع المبتز. لا 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 أبدا، مجرم مستحيل. شوف المبتز معناته مجرم، هذا يعني منسلخ من جميع الإنسانية. بنت اللي بتغير حياتها وبتغير مسلكها وتغير شريحتها إن شاء الله، وتعاهد الله عز وجل أنها تغير المسار، سيتساعد معها جدا الجهات الأمنية ويقبضون على المجرم بإذن الله. نشر هذه المقاطع الجميلة لتوعية المجتمع بإذن الله عز وجل، ونشر الرقم الموحد حق الهيئة، رقم 11909 أو أقرب مركز تتوجه إليه.